ايه ده؟ انت محسسني ليه ان انا جاي اخطب؟ تخطب؟ كل ده وجاي تخطب؟ بتقولوا ايه؟ انا سامعاكوا. نورتوني. عارفين؟ انا بقعد لوحدي في البيت هنا بالاسبوع والتلاتة والشهر كمان لوحدي، ما بشوفش اي حد. اصل من ساعة مامي وبابي ما ماتوا وانا على طول قاعدة لوحدي، ما فيش حد بيزورني. الله يرحمهم. كوكو، هو مش انا بابا ماما ولا ايه؟ طبعا، عشان كده جبت لكم الازازة الغالية اللي عندي دي. امبورتد. امبورتد؟ المستوردة يعني. امسك اشرب. بقول لك ايه؟ فين بقى؟ هو ايه ده اللي فين؟ الويسكي اهو والسجاير والمزة، عايزين ايه تاني؟ حبيبي ما يقصدش المزة، الراجل بيقول المزة. الحتة اللي طلعت وهم باين عليها. لا مش وهم. ماشي ماشي يا بنت اللذينة. وحشتيني. ازيك يا حبيبتي؟ ادخلي يلا. صاحبتي فتون. وصاحبتي انا كمان. انا مهند. وانا سمر يا حبيبي. اموت انا في العشق الممنوع. وانا احمد. وانا عايز السيجاره دي يا اخويا. مبسوطة في جوازك يا عسلية؟ الحمد لله يا بابا مبسوطة. أنا كنت داخلة على الجوازة دي مرعوبة. أصل جوزي ده كان شقي، بس الحمد لله هو نازل بكرة شغلانة جديدة وبالحلال. الحمد لله. طيب أنا كنت عاوز أسألك سؤال وتجاوبيني عليه بصراحة يا بنتي. هو جوزك يعرف انك بتيجي تزوريني هنا؟ صراحة يابا لا، اصل ممكن يزعل. طب يا بنتي ما بلاش تيجي تزوريني وكلميني في التليفون. انا محدش يابا يقدر يمنعني عنك. تعرف يا ابو الحسن، انا بحس ان انت اقرب واحد ليا في الدنيا، وعمري ما كنت اتمنى اب احسن منك. طب لو قلتلك يا بنتي ان اللي بيني وبينك خلاص ما بقالوش وجود، ربنا افتكره، تزعلي مني؟ صحيح يا ابو الحسن مات، بس انا لسه بحبه. انا عارفه اللي انا بقوله ده ممكن يكون غلط وما يصحش عشان انا اتجوزت، بس هي دي الحقيقه، ومهما العمر طال بيا مش هنساه. والنبي يابا ما تحرمني اجي اشم ريحته عندك عشان خاطري. بره زلطه وخلي عينك مفتحه. مفنجله يا معلم. الكلام اللي انت قلته لي ده يا راشد اشتغاله، وصاحبك ده بس كان عايز يتظبط، علشان ده لو حصل كنت انا اول واحد عرفت. انا ليا هناك رجاله يا راشد. لا يا عمنا، الراجل ده انا اعرفه كويس، مش هيشتغلني يعني. بص يا راشد، حكومه عارفه كل حاجه عن كل الناس، امال اللعبه فين بقى؟ فين؟ في اللي شغل دماغه ويراعي اللي حواليه، كله بتمن. ايوه تصدق صح. طب خد يا معلم دول 15,000 كده، انا لا ليا ولا عليا، جاي ابيض. وانا بقى كنت مستني لما انت تخلص الدين اللي عليك. اشمعنى؟ عشان تبقى فايق ومرتاح والمكسب كله يبقى خلصان ليك. تشرب شاي؟ لا والله يا عم انا عندي 100 مشوار. طب خلي بالك من نفسك يا راجل. ربك بيسلم. وانا بسلم. جلا جلا. سلام يا راشد. حلوة دي.
يا عسل 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 يا عس
ايه يا باشا فيها يا باشا؟ اكتبوه اكتبوه يا باشا. انا سليم معيش حاجه. انا مش حذرتك يا راشد، خلي الحلوه تنفعك. انت سلمت يا راشد يا باشا. انا معيش حاجه. انا سليم. اركب يا حيلتها.